اللهم إن كان هذا سحرا فأبطله. برج اتصالات حديدي بطول 60 مترا يختفي فجأة من مكانه. اللهم إن كان هذا سحرا فأبطله. تنبه أبناء شبوة قبل أيام إلى اختفاء برج اتصالات، كانوا قد اعتادوا على رؤيته منذ الثمانينيات. 60 مترا من الحديد اختفت بغمضة عين. اللهم إن كان هذا سحرا فأبطله. قال مواطنون لوسائل إعلام إنهم رأوا مسلحين يفككون البرج ثم أخذوه وفروا. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. هذا هو البرج قبل أن يسرق من مكانه في الدائرة الحمراء وفي صورة في الأسفل البرج وقد اختفى من مكانه. قالوا البرج قديم خارج الخدمة. قلنا لا خلاف ولا مشكلة، ليكن خارج الخدمة. ظل هذا البرج واقفا في مكانه على تبة الإرسال لعشرات السنين، ثم ماذا؟ ثم جاء الانتقالي. منذ تلك اللحظة لم يبقى شيء على حاله. انفلتت الأوضاع الأمنية وفق ناشطين في المحافظة، وحدثت فيها أمور لم تشهدها طوال تاريخها، من بينها برج من الحديد بطول 60 مترا يتعرض للسرقة. إذا دخل الانتقالي محافظة أفسدها وجعل أعزة أهلها أذلة. مبارك البيحاني يقول الناس تسرق فلوس، سيارة، تسرق بقرة، بس سرقة برج اتصالات بطول 60 متر ما قد حصلت في العالم كله إلا في شبوة. مستغرب كيف استطاع اللص سرقته. انتشرت قوات أمنية يوم أمس الثلاثاء في محيط تبة الإرسال للبحث عن البرج. أين ذهب البرج؟ رحلة البحث عن البرج بعد تحققه من الأمر. اتضح لمحافظ شبوة عوض الوزير أن البرج سقط إلى الأرض قبل شهر كامل، شهر كامل دون أن يعرف بسقوط برج بطول 60 مترا. سقط البرج إلى الأرض وفقا للمحافظ، ثم نهبته قوة عسكرية وصفها ابن الوزير بالخارجة عن القانون. قال إنه أوقف المتهمين عن العمل وسيحيل ملفاتهم إلى القضاء. رمى بالمسؤولية على هذه الجهات، رمى حجرا وأمعن ثم ولى. أكد المحافظ أن اختفاء البرج أو اختفاء البرج ونهب البرج وقع قبل أكثر من شهر، محملا قيادة مكتب وزارة النفط والمعادن بالإضافة إلى هيئة الاستكشافات النفطية بمحافظة شبوة المسؤولية عن الحادثة، وأنهما لم يقوما بأي إجراءات لمنع عملية النهب في محاولة للتنصل من تبعات الحادثة التي أثارت الرأي العام. علي عبد الله يقول اختفاء برج اتصالات في عتق طوله أكثر من 60 متر، برج بكله يختفي، انفلات أمني وانتزعت الوطنية. ستظهر التغريدة، ظهرت التغريدة وأصبحت شبوة مدينة للصوص. لطف الصرار يقول اختفاء برج اتصالات بطريقة غامضة، لابد أن قوى خارقة جعلت ماذا؟ جعلت الأرض تبتلع برجا بطول 60 مترا دون أن يعرف أحد كيف تم ذلك. أول سؤال يخطر في الذهن عند قراءة خبر كهذا، كم الوقت الذي استغرقه اختفاء هذا البرج؟ عبد الخالق يقول يختفي محول كمبة لفة سلك عادها تمتغط يقول. أما عمود كهرباء ب60 متر هذه لوحدها، الله يعوضكم يا أهل شبوة يقول.